من روما يحدثنا الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. طبعا برحب بحضرتك، والسؤال هنا يعني نسمع عن سلالة يعني بعض السلالات ومسمياتها المختلفة، ألفا وبيتا وجاما وأوميكرون مؤخرا، وبعد ذلك يعني السؤال هنا يعني ماذا يعني المقصود بالطفرات الرئيسية أو المتحورات والسلالات، ولماذا عند ظهور متحور جديد يختفي القديم أو الآخر؟ مساء الخير للجميع. احنا حاليا اليوم بالعالم تقريبا 55 سلالة اللي تم اكتشافها في كثير من الدول، وكل سلالة فيها طفرات، وهذول الطفرات تجعل السلالة او اقوى انتشارا او اقوى بالعدوى او اقوى لمقاومة اللقاحات، او افضل نستعمل مصطلح الهروب من المناعة او الهروب من الاجسام المضادة، لانه المتحور لا يقاوم مباشرة اللقاحات. للأسف الإعلام وبعض الدول تستغل بعض الأخبار عن المتحورات مثل ما صار مع متحور أوميكرون عشان تغطي على عن فشلها لمقاومة الفيروس، وكثير يتكلموا بشكل مبالغ وغير صحيح وغير دقيق من ناحية طبية عن متحورة أوميكرون. ليش؟ لأنه فيش عندنا معلومات كافية إن نقدر نحكم عليها إنه هي أكثر عدوا أو أكثر انتشارا أو أقوى في الهروب من يا دكتور فؤاد، هو السؤال هنا يعني السؤال لأي شخص في العالم هو لماذا متحور أوميكرون هو أكثر خطورة من أي متحورات أخرى ظهرت لفيروس كورونا؟ فيش عندنا هذا التصريح، وخاطئ إنه الواحد يقول إنه أخطر، تبالغ في نشر الخبر، ولكن منظمة الصحة العالمية صرحت بذلك، ومنظمة الصحة العالمية كم تصريح عملت غير دقيق. أنا كطبيب وخبير في هاي الشؤون ومسؤول بالإعلام أعلق على الأشياء اللي متأكد منها. أولا اليوم 99% من الأعراض أعراض خفيفة حسب الإحصائيات في جنوب أفريقيا، حسب الإحصائيات في أوروبا أزيد من 50 مصاب. ثانيا الاعراض خفيفه تختلف. ليش؟ لانه فيش فقدان حاسه الشم، فيش فقدان حاسه التذوق، في نفس الوقت في انتشار قوي بين الشباب والاطفال، في عندنا طفل مصاب بحمل ودرجه الحراره عاليه والنبض عالي، فيش ولا شخص توفى من سلاله او متحور أوميكرون. متحور أوميكرون يختلف أخرى عن باقي السلالات، عنده 53 طفرة، من 53 طفرة 32 طفرة موجودات في البروتين الشوكية، وهي مفتاح، مكرر، مفتاح للدخول إلى جسم الإنسان. عشان هيك هو أكثر انتشار. ليش؟ لأنه بنقدر نحكم على الانتشار. طيب في دكتور فؤاد، حضرتك بتكلمنا من روما، وفي تقارير بتقول ان هم يعني سجلوا 5 حالات، وبعض التقارير الاخرى تقول 9 حالات، يعني ما بين هذا وذاك. ايطاليا كانت لها تجربه خاصه ومريره مع الاسف في الموجه الاولى من فيروس كورونا عندما ظهر بشكله الكلاسيكي اذا صح الوصف والتعبير. كيف كانت تجربة كورونا والدروس المستفادة منها في باقي المتحورات التي ظهرت في العالم، مرورا طبعا بأوميكرون حاليا؟ نعم، كل الأطباء اللي ما عندهم شهادات سياسية واقتصادية
ارتباط مع شركات الأدوية عشان نوضح كل هاي الفئة، وأنا واحد منهم مستقل. إحنا بنقول بنحكم على المتحور بعد ما نشوف النتائج. النتائج في كانت نتائج فورية، وفي نتائج اللي لازم نستنى على الأقل من 3 إلى 4 أسابيع نشوف الإحصائيات، أعداد كبيرة. في إيطاليا الشخص أول شخص مصاب في سلالة أوميكرون مع جميع العائلة، ليش؟ لأنه رجع من جنوب أفريقيا، أعراض خفيفة والوضع الصحي جيد. عشان هيك إحنا بنقول ولازم نشجع الدول وخصوصا الفقيرة وجنوب أفريقيا، لازم نشجعها، مش نعمل إغلاق فورا ضد جنوب أفريقيا، نشجعها إنها تكتشف المتحورات، لأنه كل متحور بنكتشفه كل ما بنقدر نقاوم كورونا فيروس، وكل ما زادت نسبة التطعيم في العالم وليس في أوروبا. أوروبا 65% التطعيم، في أفريقيا فقط 7%. كيف نستطيع الوصول إلى المناعة الجماعية وإذا في عندنا فقط 7% من في التطعيم في أفريقيا، واحتمال كبير إنه يتكون متحورات جديدة، وكل متحور من 10 في احتمال إنه يكون مهم أو مهم مراقبته. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، حدثتنا عبر سكايب من روما.